السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم باش نعملو حاجة حلوة سهلة وفي ساعة تحضر ومن غير ما تطيب، معناتها المكونات متاعها موجودة في كل دار. هذايا كاس سكر، الكاس هذا هو اللي كيانا بيه، كاس حليب باش نحطوهم يغليو مع بعضهم، تعالوا نشوفوهم كيفاش. وهذوما 200 غرام زبدة باش نذوبوهم ونزيدوهم شطر كاس كاكا، ومن بعد نخلطوهم مع بعضهم وتو نشوفوا النتيجه شنو باش نتحصلوا عليه. ونسحقوا زاد البسكويت تاع الشاي كما يسميوه جماعه الشرق، ولا احنا نقولوا بسكويت سيده. هذوما 3 باكوات، كان تحبوا معناتها بالجرام بين 400 غرام وبين رطل انتم والكميه اللي باش تتحصلوا عليها. تو نشوفوها من بعد علاش قلت لكم هكا. توا نبداو العمليه نتاعنا. هذايا كاس السكر باش نحطوه يغلي هو والكاس الحليب، وهذوما 200 غرام زبده باش نخليها باش نذوبوها، معناتها ماهيش باش تغلي جوست نذوبوها. تنجم فما طريقه اخرى تنجم تحطها في حمام مريم، ما نخليوش الزبده تغلي، معناتها جوست تذوب كهو. زي كما تشوفوا الحليب والسكر يغلي، خليهم لين يذوب السكر هكا. ذاب السكر نجمو نطفيو عليه، وهذه الزبدة ذابت ماهيش باش نخليوها تغلي جست تذوب. هذه كما تشوف الزبده نتاعنا ذابت حضرت، هذه الزبده نتاعنا ذايبه نحطو في وسطها الكاكا ونخلطو مليح. نحاولو نلموها الكل في وسط الزبدة لين تولينا كأنها شوكولاتة. هذايا حضرت، هذايا الحليب نتاعنا والسكر تاعي ذوبناهم باش نفرغوهم في صحفة أكبر. وتوا نصبو فوق هذايا الخليط اللي حضرناه، الزبدة والكاكاو 200 غرام. هذايا الخليط نتاعنا الكاكاو والزبدة باش نصبوهم على الحليب والسكر سخان.
نحاول الخليط نتاعنا. حضر نحضروا احنا قالب اللي الفورمة اللي تحبوا عليها انتوما، تغلفوه ببابي سيلوفان باش من بعد نجمو نجبدوه القالب اللي باش يحضر. نبداو محضرين البسكويت، يبدا مدشدش شويه، انا مازلت ما دشدشتوش توا، شنو تنجموا تعملوه حتى بالوقت حتى سهله، مش بالضروره يكون مرحي، بيديكم تعملوا هكا لين يولي الخليط متماسك. هو مستحسن يبدا حاضر مكسر، مش في ساعة خلطه وحطه. توا نحطوا الكمية اللي تحصلنا عليها نخلطوها ونشوفوها. انا توا هذوما ثلاثة بكوات حوالي 600 جرام، باش نشوف نخلطها ونشوف. نزيدوها مش برشا، شوية بركة ماذا بينا الخليط يكون متماسك، مازال يقبل شوية بسكويت مش برشا، اما حتى هكا راهو تنجم تخليه. فما اللي يحب مطعم الشوكولاتة أكثر من البسكويت، تعال الخليط متاعنا حاضر، ما يقلقش حتى كان قاعد البسكويت ظاهر أبيض، تعال يتخلط في الوسط القالب. بسم الله. توا نحضروا القالب كما قلت لكم نتاعنا هذا اللي تحبوا عليه اي فورمه، ونصبوا فيه الخليط نتاعنا. بالطبيعه تحضروه هكا يبدا مغلف، باش من بعد كي تقلبوه يبدا ساهل تنجموا تشدوه. تاو صبينا الخليط نتاعنا الكل، نحاولوا نركبوه بالطريقه هذه، وتنجموا تاو تحطوه لمده اكثر، اقل حاجه ساعتين. في فما شكون يحطها في الكونجيلاتور، فما شكون يحطها في الفريجيدير، يا الثلاجه يا الفريزر، وتاو تاكلوا بالشفاء. تاو نشوفوها كي تحضر من بعد كيفاش المنظر اللي باش نشوفوا فيه. هذه الخبزة متاعنا حضرت بعد ساعتين ما حطيناها في الفريزر ولا الفريجيدير، بلتو كونجيلاتور ماهيش فريجيدير. تو باش حطينا احنا الهدايا في بابي سيلوفان، باش نجمو نجبدوها من القالب نتاعها، تبدا ساهلة كيما تشوفوا فيها هكا، نجمو بالوقت ها نجبدوها ساهلة برشا. شفتوها كي شاده بعضها، تو مازالت طريه هي شويه، معناتها كانت تنجم تزيد تصبر. هذا المنظر اللي تحصلنا عليه كيما تشوفوا.
ساقة وهادئة بنون. سامحوني قعدت نذوق فيها، بنينة برشا كما تشوفوها هكا، طرية برشا من داخل تتقرمش، وطعمة الكاكاو بنينة على الاخر، وتاكلوا بالشفاء.